الله معكم يا أحباء. تأملنا اليوم من إنجيل ديس لوقا الفصل 12 الآية 22. بتقول الآية: من أجل هذا أقول لكم لا تهتموا لحياتكم. تحكي قصتنا اليوم يا أحباء بإحدى المرات وأنا عم بحضر أحد المسلسلات الجميلة يلي بتحكي عن قصة أحد الضباط. وهيدا الضابط بتكمل القصة وبتقول كان كل يوم الصبح قبل ما يبعت العناصر لأداء مهامه اليومية كان عم يعطيهم بعض النصح، وكمان كان عم يعطيهم كلمة من المحبة ولمسة من الحنان. ليش؟ لأنه هيدا الضابط بيعرف الصعوبات يلي بيمروا فيها هيدول عناصر بأداء مهامه. نعم يا أحباء، هيدي القصة تشبه قصة ربنا مع الإنسان. ربنا يلي بيقول احذروا من خبز الفريسيين، عم يعطي النصح وبنفس الوقت كان عم يعيش حياة المحبة. هو يلي بيقلنا لا تخافوا أكثر من 365 مرة بالكتاب المقدس. هيدا بيعني إنه الرب عم يخاف على الإنسان أكثر من عدد أيام السنة. وشعرة من رؤوسكم لا تسقط دون علمي. هيدا الرب يلي عاش البذل والتضحية، يلي عاش هيدي المحبة الحقيقية، محبة الدم لأجل الإنسان. خلونا نفكر بهيدي الكلمات ونوجه نظرنا إلى ربنا ونقول يا رب نشكرك لأنك عطيتنا ذاتك، ولأنك عطيتنا محبتك الكاملة يلي محبتنا الناقصة ما بتكملها إلا محبتك الكاملة. وإلى نفحة روحية جديدة، والله معكم. تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة ميلادك ميلاد الخير يا نور الحقيقة ما بشرت بغير الخير وخلاص الخليقة وبشرت بالسلام وعداك السلام قلت له يا ربي دخلك سامح شعبي يا نبع المحبة وحدك ساكن
بعد الكون تقلو كتير حمالة، ايدين بتكره اللون شوه جمالة. بلادك يا فاد الكون تقلو كتير حمالة، ايدين بتكره اللون شوه جمالة. وينك يا يسوع؟ نبع المحبة وحدك ساكن قلبي. بين الخي وبين الخي بيعدوا المشوار، بلد الشمس وبلد المي أكلتوا النار. بين الخي وبين الخي بيعدوا المشوار، بلد الشمس وبلد المي أكلتوا النار. حلا والخضار خلصنا يا ربي، يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي. تتخلى عنا عينك.